الهدية سبحان الله قال سيدنا عمر بن الخطاب تذهب بالسمع والبصر. لو كان إنسان بينك وبينه حاس إنه في حزازات في مشكلة، بمجرد تقدم له هدية سبحان الله تحس كأنه زال كل اللي في قلبه. تبغى تجتذب سمع إنسان وقلبه إليك، أهدي له هدية ولو كانت هذه الهدية رمزية. ما يحتاج إنه الإنسان يتكلف في الهدية. بعض الناس يدخل في الهدايا في تكلف، لابد يشتري هدية عمره ما سمع بها فلان، هدية عشان الناس تشوفها. إذا أهدى لي هدية لا أنا لازم أروي إنه أنا أحسن منه وأجيب له هدية أكبر منها. يدخل الإنسان في تكلف حتى يفلس وحتى يضر نفسه بسبب هذا التكلف الغير محمود، لا في ديننا ولا في فطرة الإنسان. والحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يقبل الهدية ويقبلها من كل الناس. قبل الهدية صلى الله عليه وسلم من الفقير هدية صغيرة البسيطة، وقبل الهدية الكبيرة، وقبل الهدية من الغني، وقبل الهدية من الملوك، وقبل الهدية من المسلم، وقبل الهدية من غير المسلم عليه أفضل الصلاة والسلام. من الطرائف العجيبة كان رجل من البادية اسمه عبد الله كان يهدي هدايا للنبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي بالعسل والسمن ويعطيها النبي صلى الله عليه وسلم هدية، ثم بعد ذلك يأتي البايع الذي اشترى هذا الرجل منه السمن والعسل إلى النبي ويقول يا رسول الله وفني الثمن. فإذا هداك عبد الله يأتي بالهدية للنبي صلى الله عليه وسلم وما دفع ثمنها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يضحك ويتبسم ويدفع قيمة هذه الهدية. وكان هذا نوع من الطرفة والملاطفة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين بعض هؤلاء البسطاء من أصحابه صلى الله عليه وسلم. إذا الإنسان يبغى يشوف أثر الهدية عند الآخرين يشوف نفسه، يتأمل كيف لما أحد يهدي له هدية وتكون هذه الهدية جميلة ومناسبة، نفس الفرحة اللي تدخل في قلبك ونفس الصفاء. تأكد أنه كل إنسان تهدي له الهدية سيكون هكذا. من أعجب الهدايا التي أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم هدية مرأة من الأنصار أم سليم، كان ما معها شيء، فجاءت معها ولدها أنس بن مالك عمره 10 سنوات. قالت يا رسول الله إن رأيت أخواتي الأنصاريات يهدين إليك اللبن والطعام والطيب وما معي شيء، فجئت بولدي هذا ليخدمك ويعينك فيما تحتاج. فكانت هذه من أعجب الهدايا والذكاء، فكان هذا الولد بعد ذلك من كبار الفقهاء والعلماء لأنه لازم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذا تبغى تهدي هدية لا بتفكر في مناسبة هذه الهدية للشخص اللي بتعطيه الهدية. ما يمكن أنا أعطي هدية لواحد مريض بالسكر أجيب له حلويات، أو إنسان مثلا ما يقرأ أجيب له كتاب. لابد أفكر في الهدية كيف يمكن تدخل السرور على الإنسان. إذا إنسان يحب القراءة جبت له كتاب يفرح فيه، إذا إنسان يحب الأجهزة والبرامج الحديثة ورحت عرفت أنه في برنامج جديد جاء أهديت له إياه، هذه الهدية فعلا يكون لها وقع في النفس ولها فرح عند هذا الإنسان. أجمل الهدايا الهدايا التي تكون بعد الوصول من السفر، حتى في الطائرات الآن صار يعملوا بيع للهدايا في المطارات من أجل أن يأتي الإنسان من سفره فيقدم لأبوه هدية، لأمه هدية، لزوجته، لأولاده، لجاره، لبعض أصحابه. سبحان الله الهدية الرمز الذي فيها أعظم دائما منها، أنه لما فلان يعطيني هدية أعرف أنه افتكرني، أني جيت على باله، أنه يودني، أنه لي أنا مكانة في قلبه. من سوء الأدب أنه الإنسان تقدم له الهدية فلا يقبلها. بل جاء في بعض الروايات أنه بعض الأمور لا ترد. إذا أهدى الإنسان إليك الريحان لا يرد، الطيب لا يرد، اللبن لا يرد، الوسادة لا ترد. هكذا جاءنا في سنته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بعض الناس مثلا فلان يقدم لك الوسادة لتجلس يقول لا أنت اجلس فيها، هذا ما ينبغي. طبعا في فرق بين الهدية وبين العطاء اللي يبغى الإنسان من وراءه مصلحة معينة، مثلا الرشوة، يبغى معاملة يمشيها، فلان يهدي له هدية في شركة عشان المناقصة بعد ذلك تنزل عليه. من الأشياء المهمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أهديت له الهدية يفرح بها، حتى لو كانت الهدية بسيطة يفرح بها ويبتهج بها جبرا لخاطر الذي يهديها. يعني اليوم الإنسان لما واحد مثلا يعطيك هدية أو يرسل لك هدية
ممكن أن ترسل له رسالة شكر، أن تظهر له أنك استخدمت هذه الهدية. أكثر شيء يفرح الإنسان الذي يهدي لك هدية أن يشوف هذه الهدية عندك، أنك استخدمتها وفرحت بها واستعملتها. هذه من الآداب التي تعلمناها من نبينا صلى الله عليه وسلم. درب نفسك، حاول تزداد من هذه التواصلات، ولو كانت هذه الأمور بسيطة ورمزية، لكن تأكد أن ثمرتها المحبة الكبيرة اللي حتشوفها في وجوه الناس، والنتيجة الأكبر بعد ذلك يوم القيامة لما تجد صلة بهؤلاء الأحباب والأخوان في دار كرامة الله سبحانه وتعالى.